وبيبين كل شيء عليه، وهالشيء مرتبط بعمره. يعني مثلا اوقات بقول لك كبار، لا بدي اكبر خلاص كبرت على هالحركات، لا بدي اكبر، مش بدك معي انا هلا حاسس بدي اكون هيك، شو في يعني ما فهمت ليه كل لحظه لازم تكون بحسب عمري اللي عتزت فيها. انه في لحظه انا بعيشها تركني عيشها مثل ما هي، ولو بدي بين ولد عمره 5 سنين، وفي لحظه يمكن عم بتكبرني، مين قال لك بدي عم بتخلى عنها؟ ما كل وقت بيعطي حكمه.